الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون As we mentioned in our last khutbah about the importance of dhikrillah, الرسول صلى الله عليه وسلم said in the hadith we mentioned last khutbah, ألا أدلكم على خير أعمالكم وأسكاها عند مليككم وأثقلها في ميزانكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم قالوا يا رسول الله قال ذكر الله Today, inshallah, in this few minutes, and I apologize that I take wrong exit to come over here. That's why I take time. So, dhikrillah is the best thing to do. In this few minutes, I would like to tie dhikrillah with something very important. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا When you mention Allah subhanahu wa ta'ala, say Ya Allah, or La ilaha illallah, or Subhanallah, in the hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, قال, إذا ذكرني عبدي في نفسه, ذكرته في نفسي. وإذا ذكرني في ملأ, ذكرته في ملأ خير منه. هذا الذكر. نربط مع الذكر, very important command from Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala commanded us to make a salawat and taslim on Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. يا أيها الذين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. It's very important to make a salah على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهي من أفضل الأعمال ومن أفضل الأذكار أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. So when we say اللهم that means يا الله أنت في ذكر لله أنت في خير من الأعمال أنت خير من أن تنفق الذهب والفضة كون تقول يا الله لأنه ذكر خير لك من أن تمسك الجهاد فتقتل ويقتل وتقتل خير لك من أفضل الأعمال ذكر الله الآن الله سبحانه وتعالى سورة الأحزاب الآية 58 want us
to make a salah on Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam as another type of a dhikr. Because there is so many important benefits. You get it when you say as-salatu ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And also there is very bad consequence when you don't say as-salatu wa salamu ala Rasulullah. Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam came to his companion, this is like there, and he's very happy. قال يا رسول الله ما البشرة على وجهك قال جاءني جبريل آتي فقال يا محمد ألا ترضى أن يصلي أحد منك عليك فيصلي الله به عشرة. When you say اللهم صلي وسلم على رسول الله, this is one time Allah سبحانه وتعالى يصلي عليك بها عشرة مرات. And another hadith that النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم نعم نعم. And the Sahaba asked him, why you said نعم نعم نعم, لماذا تؤمن؟ قال جاءني جبريل فقال رقم أنف رجل ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. رقم أنف رجل, رجل أصبح من الأشقياء. وفي رواية أخرى وحديث صحيح, من ذكرت عنده ولم يصلي عليه فقد أخطأ طريق الجنة. صيام وصلاة وزكاة وحج وكل هذه الأعمال الخيرة, لكنه لا يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا سمع اسم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإيش كان الـ consequence؟ He missed his way to go into الجنة. من نسي الصلاة علي أو من ذكرته عنده ولم يصلي علي فقد أخطأ طريق الجنة. Did not get to the الجنة. How many باب؟ ثمانية أبواب. He doesn't know which you want to go. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة وجبت له شفاعتي يوم القيامة. عشر مرات اللهم صل وسلم على رسول الله, اللهم صل وسلم على رسول الله, take like 1 minute. Every morning and every night, من صلى علي عشر حين يصبح وعشر حين يمسي وجبت له شفاعتي يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم. أهمية الصلاة على الرسول. In another hadith, this is all about the benefit of making hadith the Rasul صلى الله عليه وسلم. أقربكم مني مكانا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. This is the importance of making hadith or making الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. When Allah mentioned this ayah in Surah Al-Ahzab, إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. صيغة المبالغة في الإكثار, صيغة التشجيع, لأنك to make it as much as you can, as many as you can. And this is a Sahabi, Ubay ibn Ka'b, أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال إنه هذا الصحابي كثير الدعاء. أبي بن كعب, he used to make a lot of دعاء. اللهم أغفر لي, اللهم أغنيني, اللهم أبعد عني السوء, اللهم أحفظني, اللهم أحفظ ذريتي. وكان قليل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير الدعاء قليل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أجعل لك من صلاتي, that means from my دعاء, the دعاء I make quarter of this دعاء for you, صلاة عليه, that means if he make دعاء for 10 minutes quarter of that 2 minutes صلاة على النبي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن زدت فهو خير. قال يا رسول الله I make my دعاء
ثلثين, one third of my dua, make salah and salam on you. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له خير وإن زدت خيرا. قال يا رسول الله all my dua when I come to make dua, اللهم اغفر لي, اللهم اصلح ذريتي, اللهم اقض بيني, اللهم اللهم اللهم, I don't do anything, only salah and salam on you. ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. وأوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم, أعطاه خير الدنيا والآخرة. همك في الدنيا ماضي, هم الذرية, هم الزوجة, هم العيال, هم الشغل, هم 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 هم, كل هذه الهموم الله will take care of it. ويوم القيامة تأتي مغفورة ذنوب. الصحابة they take it seriously, it doesn't make any more dua, only اللهم صلي وسلم على حبيب الله, اللهم صلي وسلم على رسول الله, اللهم صلي وسلم على رسول الله. They ask so many questions to learn, and nothing hiding to us, everything came to us pure without any change. So tonight, today Allah subhanahu wa ta'ala want to mention this ayah in this location. And I so many times said that nothing come from this mouse or nothing come to your ear unless Allah subhanahu wa ta'ala already set the plan for you. He the one sent invitation, and the one who accept the invitation come to the masjid, baytun min biyutillah, linatlu al-zikr al-hakim. And the best of the dhikr is to make a zikr, and part of the important dhikr is to make a salatu wassalam على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من خير المصلين والمسلمين عليه ارحم الراحمين. In another hadith about the benefit of hadith الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم, من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة. وان صلاته على الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى عليه مره غفر له, رفع غفر له ذنب, وحط عنه خطيئه, ومحيت عنه سيئه. This is one صلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Also I would like to mention about the scenario I always remind myself, حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. الحوض هو المكان, the only place has water. In the day of judgment, people came from their grave, يخرجون من الأجداث ثراعا كأنهم جراد منتشر. Everyone is thirsty, and the sun is very close, heat to the maximum, and everyone wants to drink something. The only water at that is حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. So there is a hadith, ليردن على حوضي أقوام لا أعرفهم إلا بكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. Some of the people go to حوض الرسول صلى الله عليه وسلم to get water, حوضا شرب من يده الشريفة. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, they never met with them. They came after him. But he knows them. Why? Allah subhanahu wa ta'ala has angels. Inna lillahi malaikatan sayyahin yubalighuni an ummati salam. Wa anta jalis hina fi George Mason Drive, Allahumma salli wa sallim ala habibillah, there is an angel has no other job. Only to take your salah and go to the Rasulullah صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله هذا صلاة فلان ابن فلان, صلاة فلان ابن فلان, صلاة فلان ابن فلان. If you make 1,000 تسليم and salah on Rasulullah صلى الله عليه وسلم, the angel go reported that to Rasulullah صلى الله عليه وسلم 1,000 times. That one he knows you. When you come to the day of judgment,
to hold the Rasul sallallahu alayhi wa sallam, he didn't know this is the guy. This is the one who used to make salah on me. Inna lillahi malaikatin sayyahin yuballighuna an ummati salam. Ma min abdin yusalli wa yusallim alayya illa radda Allahu alayya ruhi fa arudda alayhi salam. One time I mentioned there is a lady from Syria. She went and she's lucky that she's close to the Hujr al-Sharifa. Woman they give chance to go to say salam al Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And she said, amazing. I was ashfaqta ala Rasulullah. All these people come over there, said, Assalamu alayka ya Rasulullah. He said, I swear, this is a woman. She said, I swear. I hear Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam every time said, wa alayka salam, wa alayka salam, wa alayka salam. Thousands of people. وهذا كرامة من كرامات الله يرزق من يشاء. أن ترى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تستمع إلى رد السلام هذا شيء لا ننكر فيه فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. حتى الرسل منهم من كلمه الله. وكلم الله موسى تكليما ولم يكلم الآخرين وهذه كرامة من كرامات الله على موسى. وأيضا هنالك عباد الله الصالحين الذين يرزقهم الله أبوابا لا يرزق بها الآخرين وهذه الحرمة رزقها الله هذا السمع أن تسمع وتستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد السلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. We need to make a lot of salah and taslim ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hatta natagammas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Al-mar'u ma'a man ahab. Nahnu nuhibbu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Al-bakhilu man zukirta undahu wa lam yusalli alayhi. Nahnu nuhibbu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dalil hubbana lahu annana nukfir salat alayhi. Man ahabba shay'un akthar dhikra. حتى إذا اضطجع وأخذ نومه يرى هذا الشيء في خياله. لماذا؟ لأن العقل الباطني مرتبط بهذا الشيء. فعندما نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نشتغل بذكره نتغمس شخصيته حتى إذا أرهقنا من تعب الحياة اضطجعنا لنأخذ راحة رأيناه في منامنا. وما أعظم الشرف أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أعظم الكرامة أن يكرمك الله أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامك. استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا يا أرحم الراحمين. اللهم أملا قلوبنا بحبك وحب نبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واقضي بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا واجعلها نورا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وفي موتنا وفي قبورنا وفي حشرنا ونشرنا وظلا يوم القيامة على رؤوسنا وثقل بها يا ربي موازين حسناتنا آمين يا رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.